اهلا بكم مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من حصاد اولمبياد باريس. المنافسات بتتوالى في العاصمه الفرنسيه، وبين الشهد والدموع يبقى الامل في تحقيق الميداليه الثانيه لمصر بعد برونزيه محمد السيد في لعبه السلاح، قبل ختام طبعا اولمبياد باريس بايام قليله جدا. على قد ما كان العشم، على قد ما كان الزعل والألم في لقاء اليوم، على قد ما كنا متعشمين وعشنا مع منتخب كرة اليد حلم جميل جدا، على قد ما احنا كنا محبطين بشكل لا يتخيله أحد بعد السيناريو القاسي جدا في مواجهة منتخب اليد أمام المنتخب الأسباني في جيم أنت أنهيت شوطه الأول بفارق 4 أهداف. كنت مهيمن على الجيم تماما، لكن كالعادة السيناريوهات الدراماتيكية الحزينة، الحظ العاسر لمنتخب كرة اليد. وهتكلم معاكم في بعض النقط وناخد وندي مع بعض في الكلام. أنا عارف الناس محبطة جدا، وكل ردود الأفعال على السوشيال ميديا كان فيها ممكن بعض القسوة على لاعبي منتخب اليد، وأنا مش بلوم حد على أي رد فعل، لأن عارف إن احنا كنا عندنا أمل كبير قوي، والجيم كان في إيدك وفاضل حوالي أقل من 5 دقايق وأنت متفوق بفارق 2. لكن كالعادة سيناريوهات كرة اليد المؤلمة. هل السيناريوهات دي بتحصل معانا لوحدنا؟ إطلاقا. يعني لو أقول لك كم الماتشات في هذه النسخة من الأولمبياد اللي كان فيها فرقة متقدمة بفارق 4 أو 5 أهداف، يمكن آخرها النهاردة منتخب فرنسا متفوق على المنتخب الألماني فارق 6 أهداف، يعود المنتخب الألماني ويتعادل ويفوز في الوقت الإضافي بفارق 1. منتخب أسبانيا نفسه كان متفوق على منتخب كرواتيا في دور المجموعات، اللقاء الحاسم، اللقاء اللي كان فيه سيناريوهات وتقلبات، وفي النهاية حسموا الأسبان بفارق 1. كان الجيم ده لصالح الأسبان بفارق 4 أو 5 نقاط، عاد المنتخب الكرواتي وفاز الأسبان. سيناريو شبيه بلقاء منتخبنا الوطني أمام المنتخب النرويجي والتفوق في اللحظات الحاسمة. إذن في لعبة كرة اليد ده بيحصل مع كل المنتخبات. المؤلم إن دايما بيحصل معانا احنا السيناريو بشكل قاسي أو بشكل سلبي، دايما احنا اللي بيتعمل علينا الكامباك. ما حصلش أبدا إن أنت تبقى متأخر في النتيجة وأنت اللي تعود، لا، دايما أنت اللي بتاخد السيناريو بشكله السيء، بشكله المؤلم. فأنا ما بلومش حد أبدا إن هو يكون زعلان أو إن هو يكون مل من إعادة السيناريو بنفس الشكل. لكن بلاش نقصه على أولادنا. يعني أنا شايف بعد الجيم النهاردة البعض شايف إن سيف الدرع أضاع الهدف الأخير فبالتالي أشيله الليلة. سيف النهاردة بطل بمعنى الكلمة، بطل. النهاردة في آخر 5 دقايق لعيب ما عندوش الخبرات بقى الكبيرة قوي بتاعت أغلب لعيبة المنتخب، سيف يمكن دي أول بطولة يكون عليه اعتماد بشكل كبير قوي، وأدى وتألق في أغلب اللقاءات. ده تفوق على أخوه يحيى الدرع في العديد من اللقاءات، وكنت بتكلم في ده خلال الماتشات اللي فاتت. سيف النهاردة آخر 5 دقايق بقوة شخصية يحصد عليها يخش يشوط رميتين جزائيتين، يعني تحمل مسؤولية بشكل مش عادي. فالنهاردة مش عشان ما كانش فيه توفيق في آخر لقطة في الجيم أحمله مسؤولية اللقاء. يحيى الدرع اللي أنا الماتشات اللي فاتوا انتقدته في العديد من اللقاءات وقلت ده مش يحيى الدرع أبدا، يحيى عنده أفضل من كده. يحيى النهاردة برضو بطل، عارف أهمية الجيم، تحمل مسؤولية مش عادي. كم الهجمات وكم المشاكل اللي كنت بتتحط فيها ويحيى كان بيحللك كل المشاكل دي، النهاردة يعني كم من المرات لا يعد ولا يحصى. برضو عدم توفيق في إنهاء آخر هجمة في الوقت الأصلي لا يعني إن يحيى يقول مثلا إن هو تعالى، أو البعض بيقول فيه نوع من أنواع اللامبالاة أو أنتم مش متحملين مسؤولية، لا إطلاقا إطلاقا. النهارده كالعادة محمد علي بطل من أبطال المنتخب. لكن أنا بشوف بالأمانة الشديدة إن إخوان كارلوس باستور يتحمل المسؤولية كاملة.
انا اشدت بباستوري الماتش اللي فات امام المنتخب الارجنتيني ان انت دخلت كريم هنداوي في اجواء البطوله في اجواء الاولمبياد، كريم الماتش ده كان اكتر من هايل. ليه احمل محمد علي فوق طاقته 60 دقيقه محمل عليه؟ ليه انا الشوط الاول بعد تالق محمد علي وانا طالع من الجيم متفوق بفارق 4 اهداف اول 7 8 دقائق الشوط الثاني العب بكريم هنداوي؟ كريم كان في يومه يكمل الشوط الثاني كله ما فيش اي مشكله، ما كانش موفق على الاقل محمد علي على الدكه قعد استعاد تركيزه شم نفسه استعاد لياقته البدنيه، لكن انا محمل على محمد علي طول الستين دقيقه ده امر مش طبيعي اطلاقا. سوء حظ مش عادي، اصابه يحيى خالد، ولك ان تتخيل ان منتخب الدنمارك يتصاب مثلا عنده ماتياس جيتسل الباك اليمين بتاعه، والله العظيم هيتهزوا بشكل لا تتخيلوه. منتخب فرنسا يتصاب منه ديكا ميم. اليكس دوتش بايف لاعب المنتخب الاسباني النهارده لو مش موجود تخيل شكل الجيم يبقى عامل ازاي؟ النهارده يحيى خالد واحد من افضل 3 باكات يمين في العالم. اصابه واصابه البديل كمان مهاب سعيد، فانت طبعا حملت على سيف الدرع طول احداث اللقاء، حملت على الخط الخلفي، حملت على سيف، على دودو، النهارده واحد من نجوم اللقاء، حملت على يحيى الدرع، وبالتالي كنت النهارده محمل على الثلاثة دول بشكل واضح جدا، فنهاية الشوط الثاني كان لازم يكون في بعض التركيز عدم التركيز الغير معتاد. علي زين انت ما استعنتش بيه في النواحي الهجومية تماما الشوط الثاني. النهارده ابراهيم المصري شوط أول عالمي وشوط ثاني عاملين جيم دفاعي مش عادي. النهارده اسبانيا بتلعب عليك الشوط الثاني كله زيادة لعيب. انت مش قادر تجري زي ما هم بيعملوا لما بتبقى ناقص لعيب وبتلعب بأمتي جول ان هم في لحظة جري وبجيب هدف في مرماك على طول. النهارده اخوان كارلوس باستور لو انت مش واثق في محمد طارق تفخدته ليه؟ محمل على احمد عادل بشكل مش عادي طول احداث اللقاء. ولعيب الدايره ده المجهود البدني وبيستنزف بشكل لا تتخيلوه من الالتحامات والتحجيز والكلام ده كله. فلو انا مش واثق في محمد طارق خدته ليه؟ كنت خدت ممدوح هاشم على الاقل استفدت من خبراته من حماس محمد ممدوح هاشم. او ايا كان اللعيب اللي كنت خدته. مش واثق في الوينجين بتوعي، مش بشغلهم تماما. النهارده سند دخل مره واحده وجابها، حتى لو اضاع قبلها رميه جزائيه رديت له وجابها، اضاع انفراد، لكن الوحيده اللي جات له من الوينج جابها. بكار شبه ما دخلش تماما طول الجيم. فلو انت مش واثق فيهم بتاخده خلاص ما تاخدهمش، مش واثق في فيصل ما تاخدوش. لكن انا بالنسبه لي باستور ادارته للقاء كانت عليها مليون علامه استفهام. وفي النهايه اللعيبه هي الضحيه. اللعيبه النهارده الكل اللي بينتقد في لعبتنا واللعيبه اللي بتتحمل المسؤوليه وهي اللي بتتصدر المشهد، مع ان انا بشوف اللعيبه النهارده لم تتقاعس على الاطلاق. وبتكلم على واحد زي محمد علي، الواحد النهارده قلبه وجعه بعد الجيم ان اللعيبه دي اللي عملت كم من الماتشات العالميه، احمد عادل، سيف الدرع، النهارده يحيى، دودو، مش عايز انسى حد من الابطال. علي زين وابراهيم المصري زي ما بقول لكم عاملين جيم دفاعي مش عادي مش عادي. فالنهارده الموضوع مش طبيعي، في حاجه مش طبيعيه في نتائج البعثه كلها. يعني تابع قبلها بيوم عبد اللطيف منيع كسبان الجوله الاولى 2 مقابل لا شيء، الجوله الثانيه فجاه الدنيا فكت وعبد اللطيف تحس ان هو استهلك بدنيا، فضي بدنيا، ما فيش اي طاقه تماما يحاول ان هو حتى يعدل النتيجه. زياد السيسي تحس ان هو ادائه حتى بعد ما طلع من البطوله لما لعبنا في لقاء الفرق امام فرنسا نزل علم على لعيبه فرنسا بهدلهم بهدلهم، لعيب عالمي. طب ايه المشكله في ايه؟ في علامه استفهام، في حاجه مش طبيعيه، في حاجه مش طبيعيه في نتائج البعثه كلها. في لعيبه ما جابتش ارقامها المحليه حتى. انا بشوف ان اغلب اللعيبه والله ضحايا. يعني انا بشوف ان بنيتكم ترزقون، واضح ان في نوايا مش صافيه، فبقى في اتحادات في اداره المنتخبات المختلفه في حاجه غلط. في ناس ما بتتقيش ربنا في شغلها. انا كان ليا والله الحوار ده حصل بالملي، حوار مع احد اعضاء واحده من الاتحادات اللي كان عندهم لعيب مرشح لميداليه. بقول له انتوا عملتوا ايه للعيب واللاعيبه الفلانيه؟ والله بسال السؤال بحسن نيه شديد جدا. قال لي والله يا ايمن ما عملنا اي حاجه، ملناش اي فضل على اللعيب واللعيبه دي. لكم ان تتخيلوا ولو اللعيب او اللعيبه دي كانوا جابوا ميداليه كان الاتحاد كله طبعا طلع وخد المشهد وخد اللقطه. فانا الواحد والله قلبه وجعه من الصبح من شكل جيم المنتخب.
الواحد فاقد الشغف في كل حاجة. أتمنى الأولمبياد دي بعدها أيا كان بقى نتائج بقية البعثة عاملة إزاي، هندعم ونساند وكل حاجة، لكن لازم وقفة حقيقية من وزارة الشباب. في اتحادات محتاجة تتفور. عارفين لما بنكلم شركة النت كده، لما يكون النت عندك قاطع وتقول له النت واقف عندي، يقول لك اعمل ريستارت للراوتر بتاعك. محتاجين نعمل ريستارت لأغلب الاتحادات إلا ما رحم ربي. محتاجين نتقي ربنا في شغلنا، لأن الناس كلها ناس بتتكلم على الحالة العامة، الحالة المزاجية، كله متنكد. والضحية في الآخر أغلب لاعبي المنتخبات ولاعبي الألعاب الفردية، اللي كتير منهم ممكن يكون البعض أثر، لكن الغالبية العظمى ومنهم أبطال منتخب اليد أنا بشوف إن محدش منهم أثر على الإطلاق. لعل القادم خير بإذن الله. هارد لك والحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. هنقول إيه، للأسف الشديد دايما سيناريوهات اليد مؤلمة جدا جدا يعني. تعالوا مع بعض نستعرض نتائج بعثتنا أمس الأربعاء. زي ما اتكلمت في البداية، كرة اليد هزيمة أمام المنتخب الأسباني في الدور ربع النهائي بفرق هدف وحيد 29-28. في الكانوي والكياك سيدات سما فاروق بتحقق المركز الأخير بزمن قدره 2:14. المصارعة الرومانية رجال وزن 67 كيلو طبعا نتيجة أحبطتنا زيادة بعد لقاء أسبانيا، لما كنا بنتابع هزيمة كيشو أمام بطل أذربيجان بفارق كبير جدا من نقاط، حوالي 9 نقاط. هزيمة لكمان محمد مصطفى لعبنا في وزن 87 كيلو أمام الكازاخستاني نور سلطان بنتيجة 10-1. نتائج يعني مش عادية، نتائج مش طبيعية إطلاقا يعني. المصارعة الرومانية رجال وزن 97 كيلو محمد جبر اللي كنا بنعول عليه إن هو يجيب لنا ميدالية، أنا حتى مش عارف أنطق اسم البلد اللي كان بيقابلها، الكيرغستاني باين، ولا معرفش دي حاجة بلد جديدة يعني. هزيمة بنقطتين مقابل نقطة، حاجة عشان تزيد الألم والوجع. لعبة الغطس في الثلاثة متر متحرك في السيدات مها عامر مرحلة التصفيات بتحقق المركز 24 وتفشل في التأهل إلى اللقاء النهائي. السباحة التوقيعية منتخب السيدات الروتين الأكروباتي حقق المركز 10، طبعا فرق كبير قوي من النقاط عن المراكز اللي بعده. منتخب اليد هيعود إلى القاهرة اليوم بعد ما حصل على المركز 5 في الأولمبياد، طبعا بعد ما شفنا هزيمة السويد أمام الدنمارك، هزيمة منتخب النرويج أمام منتخب سلوفينيا، هزيمة كل المنتخبات اللي كانت ممكن تتفوق عليك في الترتيب، فكان المنتخب أخذ الترتيب الخامس. طبعا بيبقى من 5 للـ8 حسب بقى نتائج وهزايم الفرق اللي معاك في دور الثمانية، وحسب نتائجك كمان في دور المجموعات. خرج بالشكل ده منتخب فرنسا ومنتخب السويد، وأصبح منتخبنا الوطني في المركز 5. ونتمنى أن يستعيد المنتخب التوازن سريعا، لأن احنا لسه بنعول على الجيل ده، لسه عندنا أمل في الجيل ده، عندنا بطولة عالم في يناير المقبل، فكل الأمل بإذن الله في منتخب اليد. لو بنتكلم بقى من اليد نروح لكرة القدم. المنتخب الأولمبي بقيادة مديره الفني روجيرو ميكالي عنده مباراة في غاية الأهمية أمام المنتخب المغربي في تمام 6:00 مساء اليوم الخميس. منتخبنا أمامه فرصة ذهبية لتحقيق ميدالية تاريخية، لأنه هيكون أول منتخب في تاريخ كل الألعاب الجماعية يتوج بميدالية، زي ما قلت في مصر والعرب لم يسبق لنا في أي لعبة جماعية اللي احنا نتوج بميدالية أولمبية. بمناسبة منتخبنا الأولمبي، تعالوا نشوف هذا اللقاء مع روبي لايل، إعلامي إنجليزي بيتكلم عن تألق محمد النني ومنتخبنا الوطني الأولمبي. وطبعا النني واحد من اللعيبة يعني عملت مستويات، الكل سعيد جدا والكل فخور بمحمد النني. احنا في بعض الأوقات بنختل ولادنا معنويا، بندوس عليهم بشكل مبالغ فيه، لكن في النهاية بعض اللعيبة بيبقى عندها من قوة الشخصية انها تتحمل هذه الضغوطات، البعض الآخر لا يتحمل الضغط، وأغلب لاعبي الألعاب الفردية ما عندهمش من الخبرات في التعامل مع الضغوطات الجماهيرية. تعالوا نشوف اللقاء ده وبعده نكمل كلامنا. Let's switch to Arsenal. Arsenal is playing today. Pre-season so far has been good. Tell me about how do you see the pre-season and... دعنا نتحدث الآن عن الأرسنال وأدى مبارياتي بداية الموسم. حدثني عن استعداد الفريق قبل الموسم وانتقال اللاعبين. أدوا مباريات رائعة إلى الآن، كانوا في الولايات المتحدة، لعبوا مباراتين في إيلي ثم فيلادلفيا، ومن خلال وأيضا أدوا مباراة أمام بورنموث ومانشستر يونايتد وخسرنا من ليفربول، ولكن الأداء على ما يرام الآن الفريق في مستوى جيد، ويبدو أن هذا
بداية استعدادهم للموسم. هناك العديد من اللاعبين شاركوا قبل ذلك في يورو وكوب أمريكا والآن في باريس، ولديهم العديد من المباريات الأخرى، ولكن هم على ما يرام. وأيضا اللاعب الإيطالي يؤدي بشكل رائع في اليورو، ولكن بالتأكيد هناك تحديات للأرسنال خاصة أمام مانشستر يونايتد. هل ترى أن مان سيتي سيظل هو التحدي الأكبر؟ نعم، سيظل دائما مان سيتي، وعلى مدار 5 سنوات 5 مرات هو يحتل المركز الأول ولا يمكن أن يوقفه أحد. وشاهدت مباراة منتخب مصر ومحمد النني كابتن الفريق، وكانت مباراة أمام فرنسا، ولديه مباراة أمام المغرب أيضا، وللفوز بالمباراة والحصول على الميدالية لأول مرة. ما رأيك في الفريق المصري ومحمد النني وهو ككابتن للفريق؟ شاهدت المباراة 3-1 أمام فرنسا، أدى المنتخب المصري بشكل جيد، تقدموا بهدف في البداية ودافعوا بشكل جيد أيضا، ولكن الفريق الفرنسي في منتهى القوة. محمد النني، نعشق محمد النني، وكان لاعبا رائعا في أرسنال، ترك الفريق وأعتقد غادر الآن إلى الإمارات العربية المتحدة، وأتمنى له كل الخير وكل التقدم. هو لاعب أصيل وجيد ويؤدي كثير من الأشياء الأعمال الخيرية، ونحن نحتاج إلى مزيد من اللاعبين المصريين. في بداية الموسم لعبنا مباراة أمام ليفربول وأحرز صلاح أمامنا، وقلت في نفسي هل صلاح أصبح أقوى من السابق أم لا؟ محمد صلاح لا يتوقف أبدا. سنتركك تستمتع بالأولمبياد، ربما نراك لاحقا في لقاء آخر. هو حدث كبير ورائع، شكرا جزيلا. أمريكا بتواصل صدارة جدول الترتيب العام للميداليات بعد نهاية منافسات أمس الأربعاء برصيد 27 ميدالية ذهبية، 35 ميدالية فضية و32 برونزية، واستمرت الصين في الترتيب الثاني، أستراليا الثالث، فرنسا الرابع، بريطانيا الخامس، كوريا الجنوبية السادس، اليابان السابع، إيطاليا الثامن، هولندا التاسع، ألمانيا في الترتيب العاشر. وقبل الختام تعالوا نشوف منافسات بعثتنا اليوم الخميس بإذن الله. عندنا في التايكوندو رجال وزن 76 كيلو أحمد وائل نصار هيقابل اللاعب الفرنسي سليمان ألافليب المصنف الرابع في تمام الساعة 10:21 دقيقة صباحا. وفي الجمباز الإيقاعي عندنا علياء حازم في مرحلة التصفيات هتلعب في تمام الساعة 11 صباحا، وبعدها في تمام الساعة 5 مساء. في الخماسي الحديث عندنا في الرجال تصفيات السلاح أحمد الجندي ومهند شعبان الساعة 12 ظهرا، وأيضا في الخماسي الحديث للسيدات عندنا في تصفيات السلاح سلمى أيمن وملك إسماعيل الساعة 3:30 دقيقة مساء. وفي المصارعة الحرة وزن 57 كيلو عندنا جمال عبد الناصر هيلاعب البورتريكي داريان كريز في دور 16 في تمام 12:30 ظهرا. وفي الدراجات رجال عندنا يوسف زكي سباق المونيوم في تمام الساعة 6 مساء. كرة القدم والمواجهة الحاسمة لقاء الميدالية البرونزية، منتخبنا الوطني الأولمبي أمام المنتخب المغربي في تمام الساعة 6 مساء. ده كان كلامنا وحصاد اليوم من أولمبياد باريس. بإذن الله يكون غدا أفضل، يكون يوم يعني يعيد البسمة على شفاه كل الجماهير المصرية. تصبحوا على ألف خير، أشوفكم إن شاء الله في حلقات جاية. إلى اللقاء.